هذا كله فشل، حسابات هذه فشلت، والأعمال اللي قامت بها الجماعات الإرهابية هذه وجدت أمامها جيش تونسي وسلاح أمنية تونسية مدربة وقادرة وكانت على تم الاستعداد لقبول التضحية، والحمد لله كانت نتيجة لصالح تونس، لصالح المجتمع التونسي، لصالح الشعب التونسي، ولصالح كفاحنا المجتمع في المنطقة والساحة العربية. لا فعلا فعلا بالنسبة للسحور نشقاء الحرس في وجه الإرهاب ربما اللي حدث أمس، يعني كان خلافا لما كان يتوقع الإرهاب كان هذه النوية من ناحية دعائية وإعلامية يسجلوا مقطع على أساس أنهم باردوا واستطاعوا أن يدخلوا في مكان معين، ولكن تفضل الوزير الأول في تونس ورئيس محكمة تونس قال حابين يخلقوا إمارة في هذه المنطقة.